الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم مع موجز الأخبار من القاهرة عاصمة الخبر. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن نية الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا، وفي كلمتها أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أكدت فون دير لاين أن أوروبا مستمرة في دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا. يأتي هذا فيما قامت المفوضيات الأوروبية بصرف الدفعة الأولى البالغة 3 مليارات يورو من حزمة المساعدات التي تعهدت بصرفها لأوكرانيا والبالغة قيمتها 18 مليار يورو. قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا إنها لم تتحدث إلى نظيرها الأوكراني ديمترو لوبانس في تركيا الأسبوع الماضي بشأن تبادل محتمل للأسرى. كان مسؤول تركي قد قال إن أوكرانيا قدمت إلى روسيا قائمة تضم 800 شخص وإن المسؤولة الروسية قدمت قائمة تضم 200 شخص ليتم تبادلهم. من جانبها أشارت مفوضة حقوق الإنسان الروسية إن مثل هذا التبادل غير المتكافئ لا يمكن اعتباره عادلا بحسب قولها. أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما مشروع قانون يلغي الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا. وأوضح مجلس الدوما في بيان أن مشروع القانون يلغي اتفاق عضوية روسيا في المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا. كانت لجنة وزراء مجلس أوروبا قد قررت في مارس الماضي وقف عضوية روسيا في المجموعة. أعلنت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تدشين حملته الانتخابية الرئاسية 2024 نهاية الشهر الجاري من ولاية ساوث كارولينا. وسينضم لترامب خلال الفعاليات اثنان من أنصاره البارزين في ولاية ساوث كارولينا، وهما السيناتور الجمهوري لينسي جراهام وحاكم الولاية هنري ماكماستر. انتهى الموجز. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.